للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن تنضم على عبر الهاتف السيدة عايدة بن رجب بنت رجب مدير إدارة تطوير الأعمال في معهد الإدارة العامة. أهلا بك سيدة عايدة في نشرة الثالثة. بداية لو نتحدث عن المبادرات الداخلية في معهد الإدارة العامة التي طبعا من شأنها تعزيز تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. أهلا وسهلا فيك أستاذة. في البداية أحب أشكركم على هذه الاستضافة اللي راح إن شاء الله نستعرض معكم لأهم أبرز الخدمات والمشاريع اللي تقوم بها المعهد لبناء وتنمية قدرات المرأة البحرينية القيادية في القطاع العام الخاص. المعهد يحرص بشكل سنوي بإعداد خططه لوضع مبادراته على أساس محورين رئيسيين. المحور الأول إن احنا نضع عدد من المبادرات التي تسهم بشكل مباشر وتدعم عملية تنفيذ وتطبيق مبادئ تكافؤ الفرص والنموذج الوطني للتوازن بين الجنسين من خلال الخدمات اللي يقدمها المعهد. ومن هذه الخدمات اللي هو يحرص المعهد دائما على مواصلة اعتماد معيار التوازن بين الجنسين من ضمن معايير قبول المرشحين في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية. بالإضافة إلى ذلك كنا يقوم المعهد أيضا بإدراج مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في المحتوى التدريبي. نعم. اللي قدم البرنامج اللي في البرنامج الوطني لتطوير القيادات الحكومية، واللي هذا يشمل أو يغطي الشريحة الأكبر من موظفي القطاع العام. بالتالي نضمن أن يكون فيها بناء وتنمية قدرات المرأة البحرينية بالشكل الصحيح مع المبادئ الصحيحة اللي يطمح لها دائما المجلس الأعلى للمرأة. بالإضافة إلى هذه يقوم أيضا المعهد بتنفيذ عدد من البرامج القيادية مع مؤسسات القطاع الخاص أيضا، واللي تركز فيها بشكل مباشر على تنمية وبناء قدرات المرأة البحرينية القيادية. بالإضافة لأن احنا نقوم مع عدد من الجهات أيضا بتصميم برامج خاصة معنية بالمرأة بحسب احتياجات الجهات سواء كانت في القطاع العام أو القطاع الخاص. نعم سيدة عايدة، ذكرتي بأن يعني المعهد يقدم خدمات ومشاريع مشتركة بين المعهد معهد الإدارة العامة وأيضا الشركات وفي القطاع العام والخاص. ما هي أبرز هذه المشاريع وهذه الخدمات المقدمة؟ من أبرز هذه الخدمات هي عندنا البرامج القيادية اللي نقدمها، بالإضافة طبعا إلى حق القطاع العام هناك أيضا القطاع الخاص برامج مختصة نعتمد فيها على كوادرنا الوطنية والموجودة عندنا إياها في المعهد، متوفرة على تصميم برامج تلبي لها احتياجات القطاع الخاص والعام أيضا لهذه لبرامج مختصة بتمكين المرأة على وجه الخصوص، وبرامج تعني بالتطوير القيادي أيضا للمرأة سوى الرجل في مجالات العمل المؤسسي بشكل خاص وعام. فإحنا عندنا العديد من البرامج اللي نقدمها حق الجهات. نعم. بالإضافة إلى ذلك أن نحط بعض المبادرات اللي تسهم أيضا في دعم اللي هو التقرير الوطني للتوازن بين الجنسين من خلال بعض التقارير الإحصائية اللي إحنا سنويا نصدرها من المعهد ويتم مخاطبتها فيها مع جميع الجهات سواء القطاع العام والخاص لنحثهم على زيادة الاستثمار في التدريب لرفع نتائج أيضا وتطوير نتائج التقرير الوطني التوازن بين الجنسين. نعم. هذه بالنسبة كان يمكن مثل ما شرحت لكم عن المحور الأول اللي تكون خطط المعهد مبنية على أساسه. بالإضافة إلى هاي إحنا عندنا أيضا المحور الثاني اللي نضع فيه مبادراتنا، هي تكون مبادرات داخلية تسهم في تعزيز مبادئ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين لموظفين المعهد، وذلك انطلاقا من إحنا نعززها من خلال القيم المؤسسية اللي عندنا داخل المعهد، بالإضافة إلى بعض المبادرات اللي نقوم بعملها داخليا سنويا. نعم. لخلق بيئة عمل مساندة ومحفزة للموظفين المعهد. نعم. السيدة عايدة بن رجب مدير إدارة تطوير الأعمال في معهد الإدارة العامة، شكرا جزيلا لك.